خروجه من البئر موجود في التعليق المثبت، يمكنكم الضغط عليها أو في وصف الفيديو ومشاهدة الفيديو. وأيضا للمناسبة نفس الفيديو منشور في حسابي في تويتر، في حال وجدت صعوبة في متابعتي أو إرسال أي قضية أو أي معلومة لي فأيضا يمكنك الوصول إلى حسابي في تويتر من هناك إن شاء الله. فننتظر. ننتظر اخواني، كما قلت التعليقات، من لديه تعليق، من لديه شيء مميز، لا نستطيع قراءة التعليقات الان بسبب كثافتها، اكثر من 800 تعليق في الدقيقة او الدقيقتين. فانا اعتذر من الاخوة المتابعين الموجودين في القناة من سبق او في وقت سابق ولا استطيع الرد على تعليقاتهم، فارجوكم من لديه شيء مهم فيميزه ب أي طريقة كانت، عبر السوبر شات أو عبر الملصقات أو عبر الانتساب، عبر أي أداة متاحة. لا يمكن تدارك كل تلك التعليقات أو الانتباه لبعضها، فأنا أعتذر. المهم الآن هو ريان فقط، وعلى أن الأزمة شارفت على الانتهاء، وهذا الطفل سيعود إلى عائلته إن شاء الله. ومع عودته إلى عائلته نكون قد اختتمنا بث أكثر من مولي طلع ولا باقي، وهل في أحد دخل له؟ نعم مولي الآن دقائق وسيخرج إن شاء الله. تتساءل الأخت مولي هل خرج أم لا؟ دقائق وسيخرج ريان إن شاء الله. تم تجهيز كل شيء، عربة الإسعاف، الأنابيب قد تم إيصالها للمكان الذي يجب أن يخرج منه، كل التحضيرات، المروحية الطبية، كل شيء جاهز، فقط